مشاهدينا الكرام أينما تكونون، السلام عليكم ورحمة الله. لكم منا أجمل وأطيب التحايا، وإلى جولة صحفية جديدة لهذا اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر إبريل لعام 2019. على الله توكلنا، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي عنونت لهذا اليوم: نائب الملك، البحرين تواصل البناء على الشراكة المتينة مع دولة الكويت. الملك ينيب خالد بن حمد لحفل افتتاح مهرجان التراث. ومن على صدر صحيفة البلاد نقرأ: للكويت مكانة خاصة في قلوب البحرينيين. سمو رئيس الوزراء: العلاقات تجسد المعنى الأسمى للأخوة بين الأشقاء. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: وزير الداخلية يؤكد حماية أمن المعلومات أبرز التحديات التي يجب التعامل معها بجدية. بناء أطول برج سكني في العالم في مملكة البحرين، وإنشاء مصنع للباصات الكهربائية الصديقة للبيئة. وأخيرا مع صحيفة الأيام والتي أبرزت لهذا اليوم: تفوقت على 42 دولة، البحرين تتربع على عرش آسيا في ألعاب القوى. البداية ستكون إن شاء الله مع صحيفة البلاد والتي لفتت أنه نيابة عن عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رعى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل افتتاح مهرجان التراث السنوي 27، والذي يقام هذا العام تحت عنوان الخيل العربية، والذي يأتي بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والأثار في الفترة من 24 من شهر إبريل وحتى 3 من شهر مايو المقبل بقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع. لفتت صحيفة البلاد أن محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة افتتح يوم أمس معرضا بعنوان معا، والذي يهدف إلى التوعية والتثقيف الأمني بحماية النشأ والأطفال من الظواهر السلبية والمخاطر التي تمس أمن وسلامة المجتمع. كما بيّنت صحيفة البلاد أن فعاليات حفل اليوم العالمي للأيتام ستبدأ يوم غد تحت شعار نرسم الفرحة سوا، بمشاركة مجموعة من الأيتام وأبناء شهداء الواجب في وزارة الداخلية. نتحول إلى صحيفة الأيام ونطالع منها أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة رعى ختام البرنامج التدريبي الأساسي للمحامين الجدد للعام الجاري ضمن الدفعة 11، والذي استمر من شهر يناير وحتى شهر إبريل الجاري بمشاركة 60 محاميا تحت التمرين. هذا ونشرت صحيفة الأيام أن وزير الإسكان باسم الحمر صرح أن الوزارة ستطلق خلال شهر يونيو المقبل حزمة جديدة من الوحدات السكنية في مدينة سلمان، وتضم أكثر من 300 وحدة سكنية بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية الثانوية. ومن الصفحة الرياضية من صحيفة الأيام نطلع
أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة توج فريق المحرق بطلاً لكأس الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضي، وذلك بعد فوزه على فريق الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الثلاثاء 23 من شهر إبريل الجاري على أستاد النادي الأهلي بالمحوز. صرح وزير الإسكان باسم الحمر لصحيفة أخبار الخليج بعدم وجود نية في الفترة الحالية والقادمة لطرح تعديلات على برنامج مزايا، حيث أن البرنامج سيستمر في تطبيقه كما هو في السابق يستفيد منه أكبر شريحة من المواطنين. افتتح الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم فعاليات النسخة الخامسة من برنامج ستيم التدريبي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات، واطلع الوزير على جانب من ورش العمل التي تنفذ على مدى 5 أيام، حيث يكتسب الطلبة من خلالها العديد من المهارات والمعارف، ومن ضمنها أساسيات الهندسة الإنشائية ومبادئ بناء وتصميم الأبراج والجسور. كشف رئيس المتحدة الخليجية للتحالفات الصناعية الدكتور محمد الجبري عن مشروع خليجي موحد لبناء أطول برج سكني في العالم في مملكة البحرين ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث يصل ارتفاعه إلى 385 متراً، وهو عبارة عن شقق فندقية من فئة 5 نجوم ومجمعات، ويضم أكبر شاشة إعلانية في العالم إلى جانب مشروع مصنع للباصات الكهربائية الصديقة للبيئة. في تصريح خاص لصحيفة الوطن أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أن الجزء الأكبر من مشروع تقاطع ألبا سينتهي إن شاء الله في شهر مايو المقبل، مبينا أن هناك جزءا من المشروع قد انتهى بافتتاح 3 جسور وهي كل من جسر لنويدرات وجسري ألبا، مشيرا إلى أن العمل جار على توسعة شارع الملك حمد تقاطع ألبا، حيث من المتوقع الانتهاء منه بعد عام من الآن. عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة لقاء مفتوح للتعريف بجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، وذلك بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في شهر مارس الماضي وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة عن فتح باب الترشيح لهذه الجائزة، وحتى موعد أقصاه 28 من شهر مايو المقبل. أعلنت شركة مطار البحرين عن وجود عدد من المركبات المهجورة في مواقف مطار البحرين الدولي، وحددت موعدا أقصاه 3 شهر مايو الجاري لإزالة السيارات، وذكرت أنها ستقوم ببيعها في المزاد العلني واستيفاء مبلغ البيع مقابل الانتفاع بمواقف السيارات الخاصة بالشركة عن كل الفترة السابقة فضلاً عن التعويض. وإلى طرائف الكاريكاتير،
وبفن الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. تمنياتي لكم بإجازة سعيدة وإلى اللقاء.